أهلا بكم في تدوينة مثيرة على صفحته الرسمية على الفيسبوك. هاجم الإعلامي المغربي بقنوات بين سبورت أمين السبتي، هاجم المعلق الجزائري بنفس القناة حفيظ الدراجي، وذلك على أثر تدويناته المتكررة على المغرب بمناسبة وبغير مناسبة وفي كل الأوقات وبشكل مستباح. أمين السبتي الأنيق اختار كلماته بعناية كبيرة، ومما جاء فيها: مسارنا كمغاربة، بين سبور معروف ونظيف لا تشوبه شائبة، لم يكن فرد منا عميلا لجهة معينة في يوم من الأيام. وأضاف: عدم الرد على الأقلام المأجورة أو المسيرة من جهات معلومة ليس خوفا، لكن الرد يكون على المحترمين لا الحاقدين المارقين الذين لا يرون أبعد من أرنبة أنفهم. وبدوره وفي جوابه على تغريدة الدراجي على موقع تويتر، تهكم الصحفي الرياضي بنفس القناة محمد عمور على الدراجي حين طالب بإبقاء الحدود مغلقة وتساءل: أتظنون إننا نحتاج إليكم؟ واصفا إياه ومن على شاكلته بالببغوات فيما يخص دعم الفلسطينيين، في إشارة إلى اكتفائهم فقط بالشعارات الفارغة والمتكررة والتي أصبحت تعيف منها الآذان. هذا وتفاعل عدد هائل من المغاربة على منشورات السبتي وعمور، وذكروا من جهتهم الدراجي بحجمه الحقيقي وعمالته لجهة داخل الجزائر هي في الأصل متورطة في قتل الشعب الجزائري في العشرية السوداء خلال التسعينيات من القرن الماضي، كما ذكروه بمحاربته الحراك ووقوفه إلى جنب أولياء نعمته قتلة الشعب الجزائري والذين قاموا بتجويعه وتعنيفه وتشريده في بلد ينعم بكل الخيرات. المشاهدين قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.